بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذه الجلسة الحميمية بقيادة المايسترو الحاج تتا، يسلمك. كانت واحد، شوف سبحان الله، قابلتني واحد القصة ما عرفت لا هذا تخدم معه ذيك الناس، والله إنسان فيه الخير فيها الخير، والله ربي عطاله وهب من عند ربي به يفوق لهذيك الوحده. بالنسبه للكوفيد 19، هذا اللقطه نتاع الوباء هذا قدامها بواحد تقريبا 3 شهور 4 شهور. الحاج كان هنا وكنا قاعدين كما راه الاخ نتاعو جلول في المحل، قبضته فطه، قال لي مقير فرنسا اللي ما نقعدش فيه، كي يتعقدوا حبتين يا الحاج خدم كو اعطيك قابضين الجماعه ونتحدثوا معاه، يا الحاج خدم كو اعطيك سوي وضعيتك خدم امور. قال والله يا وناكل الحصبه انا ماني راجع. شوف سبحان الله، وصمم وقرر باللي ما يروحش. قعدنا واحد سمانه هكذاك نضرب هذا الوباء انتشر هذا، لقيناه معاه قال لي ها ما قلت لك مش ربي يحفظك. والله يا الحاج قراها الله ما شاء الله، يا ربي ربي يحفظك ان شاء الله. ونحمد ربي اللي ما وافانيش ثم، سمعتني، لو كان وافاني ثم كان هبلت كره الزقه لا يحصل. اي نروح صح، ما نقدرش انا، مانيش كيما الناس نقعد عام عامين عن ثلاثه، ما مانيش. ربي كان وين قلت 3 شهور قدامها، قبل اسبوع ولا باسبوعين قررت هذا التقرير ما نوليش لفرنسا خلاص نهائيا. سبحان الله، نجي هذا الوباء خلقت كاع الطرق. امين، الله يرفدوا علينا ان شاء الله ونعمت محمد. بالمناسبه شيخ بلال، في هذه الجلسه الحميميه التي التقت فيها كل هذا الفسيفساء من جماعة ربي يحفظهم ان شاء الله، سي ابراهيم بافا ربي يجازيه خير ويحفظ له الوليدات، فهو من ملائكة الارض، هو من ملائكة الارض. وسي عثمان ربي يحفظه ان شاء الله، المايسترو في الكره الحديديه في الفاله ثاني، في الفاله فاله دروك مؤخرا نشوفه نشوفوه في الرميه نتاع الفاله. عليك بالنجم يضحك طبعا. الشيخ سعيد بن رمار ربي يحفظه غني على التعريف، سعيد ما كانش لا يختلف عليه اثنان من صغره الى كبره، ديما الله يبارك، حركه متواصله، البساطة. سعيد راح يستمق أقول ملح البلاد، أنا نقول بلي راح ملح البلاد، مشتقة من السعادة، مشتقة من السعادة. الأخ بالقاسم ربي يحفظه إن شاء الله، متقلب المزاج، ساعة وتجي حاجة وإن شاء الله يركح لنا في ذي الأرض هاي وراه يخدم هذا شوية، هو متقلب ساعة الفقاع، ساعة الترفاس، ساعة الكرة الحديدية ذي، ساعة المهم ما هو طالق والو، ولكنه إن شاء الله إن شاء الله مؤخرا يركح لنا في الارض ويخدم الارض. بالمناسبه هذه اللي كانت من 1800 الله اعلم وحاجه، 95 الله وحاجه، على حساب حديث الاباء والاجداد، وكانت فيها استوطن فيها الشيخ تتا الحجاج الاولين وربي يحفظهم ان شاء الله، وقعدت حبوس، وهاهم ديما يقولوا ذي الكلمه، اللي حب يخدم ويجي ياكل كسره هنا مرحبا به، ما هي تتباع ما هي تتشرى. وبالمناسبه هذه جيت لوليدات الحومة، ولازم نشرفهم قصيده اللي دور عليها سيدي القاسم، هو من المحل. صلوا 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 حسين، رانا ما ذكرناهاش يا شيخ بلال. سيد رزقي هذا البركه، هذا البركه تاع هذا الخير، هذا الخير ان شاء الله. منين يجي للبحر يجي الخير ان شاء الله ان شاء الله. نهارها تيقيب في يمات البرد ولا خاص قلنا بال باب الشره برا بنديرك يا طاطا. هو صلوا صلوا يا اللي حضار على الهادي كشف القمه، صلاة تطفي الهيب النار مصباحي في ليلة الظلام.
الماء الله آله واصحابه الأخيار يلي بيهم دمر الغرماء بوبكر الصديق وعمر عثمان وعلي زوج فاطمة الغرار وخضى بيك طريق مذمومة أتبهي وبكي على اللي صار قبل لا تضحي مردومة أنظر قبلك شوف ماذا صار البارح واليوم يا نعمة شدد بنوح عاد ماذا دار يبني بيار ملمومة يبني بالياقوت في الأسوار وصراية هلال بالنجمة حين بناها ما دخل في دار ما هو في دار ما هو بالدنيا ولا رحمة صلوا صلوا ياللي حضار على الهدي قتل الغمة الله الله صلاة تقضيه منها وصباحي يقبض الأعمار والله ملك الموت اللي يقبض الأعمار لازم راه يجيك بالعزمة أنت جيك يفنى وكل نهار يا نفسي انت جيك ينفنى وكل نهار يا نفسي لا خفتي لا جابتك لو ما انا من صغري محل اضرار انا من صغري محل اضرار ما شفت ابي لا عقلت ما عايش بالمكتوب في الأسطار عايش بالمكتوب في الأسطار ما عندي حرفة لا خدمة مولانا يبلي عباد أحرار والصبار يبان من ثم ما أن يفرح للطيبة تمرار الله. من يفرح للطيبة تمرار
والمر اللي يصبر له حكمة من الخوف الوانهم تصفار عرفوا الدنيا ما لها قيمة نهرب للرسول بولانوار نهرب للرسول بولانوار والقريشي صاحب الختمة ظني 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 فيه عقوبتي تخضر ظني فيه عقوبتي تخضر وينصرني في ساعة الهزمة لا أولي قاسوهم كبار بالمباح معاشهم قسمة الله الله من الخوف الوانهم تصفار عرفوا الدنيا ما لها قيمة صلوا صلوا قبري مع الخصمات صلوا